السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندسة طوبة أسلم تركي، رئيسة التنفيذي وشريك المؤسس لأول منظمة في المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال اللي هو كتوف الريادة. شركة كتوف الريادة صحيح هي Think Tank، تعتبر شركة استشارات في مجال ريادة الأعمال، بس نحن كل يوم بندور على كوادر من شباب وشابات السعوديين في مجالين: من هم رواد هذا البلد، من هم كمان الموظفين والموظفات ممكن يشتغل مع هذول الرواد وتنمو شركاتهم لأحسن. احنا لما قررنا يكون الشركة 100% سعوديين، اول رد الفعل اللي جانا كان انه السعوديين خصوصا الجيل الجديد غير ملتزمين وغير قادرين وغير مؤهلين على انجاز كثير من الوظائف اللي احنا حنطلب منهم الجودة العالية. نحن فكرنا بكذا وقلنا لا، شباب وشابات هذا الوطن يحب الوطن وأكيد حينجزوا إذا نحن استثمرنا في بيئة عمل حيتناسب معها. ماذا هو بيئة العمل التي حبينا نوفرها؟ هو شيء مرونة، ونحن فكرنا في المرونة، والمكان العمل أهم حاجة كان فيها الإنتاج. قلنا لهم أنتوا عليك تداوموا 8 ساعات في اليوم، هذا 8 ساعات يستحسن عندي كلكم يبدأوا الساعة 9 وتعالوا احتار المكتب اللي يناسبك، انا ما حيحدد لك المكتب، قولي لي ايش حيحتاج من كمبيوتر وجهاز اللي عشان اجيبه. المرونه وفرنا، والنتيجه اللي شفناها كان شيء ما كنا متوقعين. بعدهم اشتغلوا 18 ساعه في اليوم يوم ما احتاجناه، وبالفرحه لما بدانا بتصميم هذا المكتب انطلقنا من مبدا انه كيف ممكن المكتب يمثلنا نحن كشركه، وكيف ممكن تساعدنا باستقطاب الكوادر الشباب والشابات من الجيل الجديد. وهذا كان أهم هدفنا. لما نرسمت آخر رسمة للمعمار فكر إنه ديزني لاند، قال له هذا ما حيشتغل كده، مطبخ في الوسط وعندكم جايبين ألوان أخضر على برتقالي وعاملين هجازي هانج أوت. يعني أهم حاجة كان هل كل لما نجتمع مع بعض الفريق حيتحس بالطاقة؟ المكتب لابد أن تعطي طاقة للموجودين. احنا حطينا شيئين في عين الاعتبار، لازم يحبوا يشتغلوا مع بعض، ولازم يكون عندهم أماكن يقدر يتركزوا لوحدهم وقت ما يحتاجوا. وأعتقد كمان مرونة الدخول والخروج، حطينا لهم الباب مسموح ومفتوح من 5 صباحا لين 12 في الليل، ساعدتنا كثير. استقطاب الكوادر ممكن سهل، بس كيف ممكن نحافظ عليهم؟ هذا هو الصعب. وكيف ممكن ننمو الشركة مع هذا الكوادر الجديد؟ الجيل الجديد ما هم سهلين ترى، شطار وذكياء وعارفين ايش بدهم من الدنيا، وعلشان كده نحن لابد ان يكون لدينا شوية مرونة معهم. انا انصح كل الشركات التي يقام في المملكة العربية السعودية تفكروا بالشباب، كيف ممكن انتج من هذا الشاب الانتاجية على جودة عالية حيوصله وحيوصل الشركة للعالم. اذا قدروا يجاوب على هذا السؤال وكون البيئة العمل حوالين الانتاجية من الشباب والشابات، أنا متأكد إنهم يلاقوا أحسن أماكن في العالم يشتغلوا فيه. كيف ممكن حل الشباب والشابات يبين لنا إبداعهم ويبدعوا بحيث إنه شركة ككيان واحد يتحرك سوا مع كل الفريق الموظفين والموظفات حتى يوصل العالم؟ تأكدوا من حضور منتدى جدة الاقتصادي من 17 إلى 19 جماد الأول للمعرفة المزيد عن طرق الإنماء من خلال الشباب.